السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سوف نقوم بشرح موقع كراكد، وهو موقع يقوم بالدفع لك مقابل كتابة المقالات طبعا باللغة الإنجليزية، وهو يعني يدفع حتى $100 لكل مقالة إذا دخلت المقالة في ضمن المقالات التي حصلت على أكبر مشاهدة في شهر أو في مدة معينة. لذلك موقع كراكد كما قلنا يتيح لك أيضا إمكان كتابة المقالات وكتابة الفيديوهات وأيضا كتابة الصور، كما ترون هنا ارتيكل والفوتو الى غير ذلك، يعني من الامكانات الاخرى. يعني انا قمت بالتسجيل، نقوم بالتسجيل وعن طريق الايميل والمدباس وغير ذلك، خطوات العادية من اجل كتابة المقالة. نأتي الى we write for us، هنا نضغط على هذا الزر وننزل. هو من أجل التسجيل سوف تجدون عوض هذا الزر هنا go to write workshop، سوف تجدون sign up. أنا لأنني قمت بالتسجيل مسبقا فهو يعطيني خيار كتابة المقالة، أختار إذا كنت أريد كتابة المقالة أختار go to write workshop، أو إذا كنت أريد أن أختار الايميجز اجي الى هذا المكان go to photo place and pictofact workshop، يعني هذا الخيار هو المخصص للصورة. وهنا بعض الخيارات الاخرى المتاحة، قلنا نحن نريد كتابة المقالات او المقالة go to write workshop، نضغط على هذا الزر يقودنا إلى الفوريوم الخاص أو المنتدى الخاص بموقع كراكد. ننزل إلى New Topic، نضغط على الزر، هنا نكتب عنوان المقالة وهنا محتوى المقالة. في هذا المكان Subject نقوم بكتابة عنوان المقالة E-Title، وهنا Content يعني الخاص بالمقالة. وعندما أنتهي يعني يمكنك إضافة أي شيء تريد، روابط خاصة أو صورة أو غير ذلك، أو كوت مقولات أو غير ذلك، وتقوم بالضغط على الزر سابميت، ولا تنسى الضغط على هذا الزر notify me when a reply is posted، بمعنى عندما تكون مقالتك قد تمت الموافقة عليها وقد نشرت في الموقع. يعني هذا بخصوص الموقع، وكما قلنا فهو يدفع حتى $100 للمقالة إذا دخلت ضمن المقالات الأكثر مشاهدة. هذا كل ما نستطيع تقديمه بخصوص موقع كراكد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.